دواء قادر على انه ينزل وزنك لحد 20%، يعني لو انت 100 كيلو ممكن يبقى وزنك 80 كيلو باستخدام هذا الدواء. في نفس الوقت كمان يعالج السكر بتاعك. الدواء ده تم موافقه عليه مؤخرا من منظمه الاف دي اي، منظمه الغذاء والدواء الامريكيه، والدواء دوت هينزل قريب في الاسواق. فخلونا في الفيديو دوت نحاول نفهم مع بعض الدواء دوت ايه بالظبط اللي حصل في الدراسات بتاعته، وهل الدواء دوت دواء هيكون مناسب لكل مرضى السكر ولا لا، مين اللي هياخده ومين اللي مش هياخده. فخلونا نتعلم مع بعض عن الدواء دوت. وطبعا واضح ان سنه 2022 سنه فيها جديد بالنسبه لمرضى السكر. كنا اتكلمنا من فتره عن الدراسات اللي ابتدت تاخد الخلايا الجذعيه، تخلي هذه الخلايا الجذعيه قادره على انها تتحول لخلايا بتصنع الانسولين، وتتعاطى للمرضى اللي ما عندهمش هذه الخلايا او ما عندهمش انتاج في الانسولين، وابتدت فعلا يبقى في شويه نتائج مبشره من هذه التجارب. ودلوقتي كمان معانا ادويه جديده كمان بتساعد مرضى السكر، ومش بس كمان تساعدهم في تنظيم السكر، لا ده كمان بتساعد في انقاص الوزن. وقبل ما ندخل في تفاصيل اكتر خليني اعرفك بنفسي. انا حمدي محمد عبد العزيز، انا مدرس واستشاري امراض البطنه والروماتيزم والمناعه، اعمل حاليا في جامعه ساوث الاباما هنا في الولايات المتحده الامريكيه. دي قناه الاستشاري، قناه هدفها ان احنا نتابع العلم الجديد، نتابع الادويه الجديده، نتابع الابحاث العلميه الجديده، وفي نفس الوقت برضه محاربه الطب الزائف، ونتكلم عن الاشاعات والمعلومات المغلوطه المنتشره عن السوشيال ميديا. وما تنساش لو انت مهتم بامراض معينه او بشرح امراض معينه، ففي عندنا قناه ثانيه مخصصه فقط لشرح الامراض وشرح العلاجات بتاعتها. احنا حاليا مهتمين بالامراض الروماتيزميه والمناعيه، بنشرح لها الروماتويد والذئبه والشوجرين والصدفيه والتيبس الفقاري، الحاجات دي كلها حاليا بنشرحها هناك. لكن ان شاء الله اول ما نخلص هذه المجموعه من الامراض هندخل على امراض الغده الدرقيه، وهندخل على مرض السكر، وهنتكلم ساعتها بتفاصيل اكتر. فلو انتم مهتمين تابعونا برده في قناه الاستشاري لشرح الامراض، وان شاء الله هنعمل حاجات حلوه تكون مفيده للجميع. وبدون ما اطول عليكم اكتر من كده خلونا نتكلم عن الدواء اللي معانا النهارده. الدواء اللي معانا النهارده دواء اسمه العلمي حاجه اسمها تيرزيبتايد، دواء اسمه هيكون في السوق مونجارو، عشان اتضايقت بيهم الاسماء يعني، بس اسمه في السوق هيكون مونجارو. الدواء دوت طبعا في الاول خالص اتعملت عليه تجارب واثبتوا ان هو ينفع كعلاج للسكر، وهو بيشتغل بانه هو بينشط مستقبلات انزيمين اثنين، انزيم اسمه GLP-1 وانزيم تاني او انزيم تاني اسمه GIP، هنتكلم عنهم في خلال دقيقه. لكن خلينا نقول الاول برضو ان الدواء عباره عن حقنه واحده تحت الجلد كل اسبوع. طبعا حديثا في كذا دواء للسكر طلعوا بنفس الطريقه ديت. دلوقتي بقت ادويه السكر بقى شيء هايل جدا ان احنا نشوف ان علاج السكر ما بقتش حاجه يوميه، لا بالعكس بقت حاجه اسبوعيه. الجرعات بتاعته بتبتدي من اول 2.5 مللي جرام لحد 15 مللي جرام، 2.5 5 10 15 وبيتعطى كل اسبوع زي ما قلنا. في الاول الدراسات اتعملت عليه اثبتت ان هو دواء ينفع لمرضى السكر، بيقلل فعلا السكر التراكمي بتاعهم وبيقلل مستويات السكر، وكمان بيحسن بعض المعدلات اللي هي زي تقليل حدوث جلطات القلب والحاجات اللي زي كده. على الناحيه الاخرى وهو ده بقى كان الجديد، وهو ده اللي كان يعتبر مش كل الادويه بتاعت السكر بتنجح هذا النجاح، ان في ادويه ثانيه حديثه نجحت في نفس الموضوع دوت، وهو فكره ان هو ينقص الوزن. الفكره هنا ان هم جابوا حوالي 2500 شخص اكتر من كده كمان، وحطوهم في اربع مجموعات، مجموعه بتاخد الجرعه اللي هي ال 5 مللي جرام، مجموعه بتاخد ال 10، مجموعه بتاخد ال 15، ومجموعه بتاخد شبيه الدواء اللي هو البلاسيبو اللي هو زي حقنه السكر بقى ايا كان يعني، المهم ان هو محلول بس ما هواش دواء. قارنوا الاربع اذرع دولت وشافوا مين فيهم اللي هينجح في ان هو ينقص وزن. التجربه استمرت لحوالي 72 شهر، يعني سنه وثلاث شهور تقريبا. محدش يتخيل ان هو وزنه هينقص مباشره، لا الوزن نقص بعد سنه وثلاث شهور، يعني هتشوف النتائج اللي احنا هنقولها بالارقام ديت بعد سنه وثلاث شهور او بعد سنه واربع شهور. الارقام كانت عامله ازاي؟ انه تقريبا الناس نزلت تقريبا 15% من وزنها بعد ال 72 شهر، يعني لو انت 100 كيلو تنزل تبقى 85 كيلو، او ل 19% يعني لو انت 100 تنزل ل 81 كيلو بعد طبعا ال 72 شهر، دي جرعه ال 10، وجرعه ال 15 مللي جرام نزلت 20%، وبالتالي اقصى حاجه هو ال 20%، وال 20% دوت رقم المتوسط، يعني في ارقام اعلى منه وفي ارقام اقل منه، لكن متوسط المجموعه كلها 20%، يعني لو انت 100 كيلو ممكن وزنك ينزل ل 80 كيلو بعد العلاج لسنه وثلاث شهور زي ما اتفقنا. طبعا دي حاجه هايله. من الناحيه الاخرى كل ما تزود الجرعه كل ما تزيد الاعراض الجانبيه، وكل ما تزيد نسبه الناس اللي وقفت الدواء. نسبه الناس اللي وقفت الدواء ابتدت من 5% لحد 7% او 8% في المجموعه الكبيره، وبالتالي 8% من الناس وقفت الدواء قد تكون يعني رقم يعني نسبيا ممكن يكون كويس معقول، ممكن يكون اعلى من ادويه ثانيه يعني، لكن في رقم على الاقل يعني ممكن 8% من الناس يعني، و8 من كل 100 شخص الدواء دوت ما كانش مناسب ليهم وعمل لهم اعراض جانبيه تستلزم ان هم يوقفوا هذا الدواء. بعض الناس ممكن تكون تسال سؤال، طب ايه
هي الأعراض الجانبية. خلينا نقول إن أشهر هذه الأعراض الجانبية هو الإسهال وآلام البطن، لأن هو الدواء بيشتغل على الجزء كبير جدا على منطقة الأمعاء وإنزيمات داخل هذه المنطقة يعني في عملية الهضم نفسها، وبالتالي ده بيسبب أحيانا انتفاخات، ممكن يسبب إسهال، ممكن يسبب آلام البطن. هل في أعراض جانبية خطيرة؟ دايما الناس تحب تسأل السؤال دوت. أهم عرض جانبي خطير هو إحنا بشكل عام ما نحبش ندي هذه الأدوية للناس اللي كان عندها تاريخ إن في سرطان في الغدة الدرقية. لوحظ إنه في دراسات أخرى يعني إنه كان في بعض الناس أو بعض الفئران كان جالها بعض السرطانات في منطقة الغدة الدرقية، لكن ما كانتش عمرها كبيرة خالص لدرجة إن هم يوقفوا عشانها مثلا الدواء أو كده. لكن عشان كده دايما النصيحة اللي عنده هذه السرطانات أو كان عنده هذه السرطانات لازم يتكلم مع الدكتور قبل ما ياخد هذه الأدوية. يمكن في حاجات تانية مثلا أحيانا إن هو برضه ممكن يعمل انقباضات في المرارة، وبالتالي لو في حصاوة في المرارة ممكن هي تتحرك من المرارة وتسد المنطقة المرارية مثلا. بعض الناس برضو بتعتقد انه ممكن يكون يحصل منه نتيجة بعض التهابات البنكرياس، بس دي حاجة كانت قليلة جدا جدا جدا. التهابات البنكرياس يعني كانت عالية، مش شرط دايما يكون معاها التهابات حقيقية. طيب خلينا نفهم مع بعض الدواء ده بيشتغل ازاي. زي ما قلنا في اتنين انزيمين اتنين بيشتغل عليهم. الانزيم الاولاني وده كان عليه ادوية تانية قبل كده اتعملت بيشتغل عليه، اسمه الجي ال بي 1، اسمه جلوكاجون لايك بيبتايد، وده عبارة عن بروتين بيطلع من خلايا الامعاء بيروح على الكبد ويروح على البنكرياس. الانزيم ده اللي هو الجي ال بي 1 بيشتغل عن طريق ان هو بيعمل كذا حاجه في الجسم، اهمها طبعا بالنسبه لنا احنا هنا انه بيزود نشاط انتاجيه الانسولين من خلايا البنكرياس، وكمان الحاجه الثانيه المهمه جدا ليه انه بيقلل انقباض المعده، وبالتالي بيخلي المعده ما تخرجش الاكل اللي جواها كله على الامعاء بالسرعه الطبيعيه بتاعتها، فبيقلل السرعه شويه. يمكن ده برده يمكن طبعا ده اللي ممكن بعد كده يكون بيتسبب في الانتفاخات او بيتسبب في بعض الالام، لكن انت لما بتعمل كده فانت بتقلل وصول الاكل او بتزود الفتره اللي بيها الاكل ممكن هو يحصل له امتصاص من خلال الامعاء، وبالتالي السكر ما بيحصلوش اللي هي الرفعه المره واحده ديت. كمان ده بيساعدك في بقى لما انت بتقلل حركه المعده شويه انك انت احساس الشبع عندك بيبقى اسرع وبيبقى لفتره اطول، وبالتالي بيقلل احساس الجوع اللي عندك. طبعا تاني جي ال بي 1 ده في ادويه تانية قبل كده اتعملت بتشتغل عليه هو بس، هنا بقى اللي زودوه كمان بقى في الدواء دوت انه بيشتغل على انزيم تاني اسمه الجي اي بي، او كان حاجه اسمها جاستريك انهبيتور بيبتايد، او الاسم الجديد بتاعه اسمه جلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك بيبتايد. دي معناها ايه؟ معناها انه يعتمد على السكر في وجوده، لما يكون في سكر موجود او لما يترفع نسبه السكر بيروح يشتغل فيطلع انسولين زياده. طبعا الاسم الاول بتاعه اللي هو جاستريك انهبيتوري بيبتايد ده هم كانوا مفكرين ان هو برضه بيشتغل على المعده وعشان كده خد الاسم دوت في الاول، لكن مع الابحاث الجديده اكتشفوا ان هو مش بيشتغل زي ما هم كانوا متخيلين يعني على المعده. له تاثير بس انت محتاج جرعات عاليه جدا منه عشان توصل لهذا التاثير. فالخلاصه ده دواء لاول مره بيستخدم مستقبلات انزيمين اتنين بينشط هذه المستقبلات. هذه المستقبلات بتشتغل على اولا الانسولين، بتخلي انتاجيه الانسولين تزيد في الجسم، وكمان بتشتغل على اعضاء ثانيه مختلفه من ضمنها المعده ان هو بيقلل افراز الاكل من المعده للامعاء. كمان بقى احد الحاجات بقى واللي ممكن تشوفه في المستقبل ان ممكن هذه يعني افتكروا هذه الانزيمات، لان بالذات الجي ال بي 1 لان ده هيبقى محور ابحاث كتيره جدا في المستقبل. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان الجي ال بي 1 له مستقبلات في اماكن كتيره جدا في جسمنا. يعني مثلا اكتشفوا ان هو ممكن يشتغل على بعض خلايا المخ ويقلل حدوث ضرر ليها يعني، وبالتالي ممكن يزود فتره عمرها اكتر، ممكن يزود الامكانيه ان خلايا المخ مثلا ان هي تصلح الخلايا العصبيه انها تصلح نفسها مثلا في حاله وجود ضرر. بيشتغل طبعا على القلب، بيحسن انتاجيه القلب وبيقلل زي ما قلنا قبل كده جلطات القلب وامراض الشرايين. كمان بيشتغلوا على العظم الانزيمين الاثنين، وده ممكن يبقى لهم دور مهم جدا في المستقبل. ممكن، انا بقول ممكن يا جماعه، انا بقول دي كل دي ابحاث وكل دي افكار بسبب اللي احنا بنكتشفه يعني. دول ممكن يشتغلوا على العظم، ممكن يساعدوا في عمليه مثلا منع او علاج هشاشه العظام في المستقبل. طبعا الحاجات دي كلها مش مستقبل قريب، هتاخد سنين قبل ما نوصل لهل فعلا الادويه دي ممكن تساعدنا في الحاجات ديت ولا لا. بس مش هطول عليكم اكتر من كده، ده كان فيديو قصير حبيت اتكلم فيه عن معلومه الاعلام عمال يتداولها. طبعا الشركه المصنعه للدواء عماله تروج للدواء بتاعها، وقلنا نحاول نفهم مع بعض ايه هي الاعراض الجانبيه وايه هي فعلا فوائد هذا الدواء. اتمنى يا رب ده يكون يعني خبر كويس لمرضى السكر. زي ما قلت مرضى السكر السنه دي فيه ليهم حاجات كتيره، كنا اتكلمنا قبل كده عن الخلايا الجذعيه، وفي حاجات تانيه واضح ان احنا هنشوف حاجات كتيره لمرضى السكر ان شاء الله. اتمنى لكم جميعا السلامه، شكرا جزيلا، اشوفكم في فيديو تاني جاي قريب. سلام عليكم.